يقول الأخ السائل: هل وجوب تلبية الدعوة مخصص في العرس أم أنه مطلق؟ ماذا يعني بالعرس؟ العرس العرس أفهم. لا، أنا أفهم أن ذكر العرس هو كما يقول الشوكاني في بعض النصوص هو فرد من أفراد العموم، يعني إجابة الدعوة مطلقة، حق المسلم على المسلم 5 في رواية 6، وإذا دعاك فأجبه، هذا نص عام. وإجابة دعوة العرس في نص خاص، هذا ليس تخصيصا لأنه ليس مخالفا، النص المخصص يبقى مخالفا للنص العام، ولذلك كان يسميه بعض السلف، كان يسمون النص الخاص بالناسخ والنص العام بالمنسوخ. هذا المعنى يجب أن نلاحظه حينما نريد أن نقول هذا خاص وهذا عام. فقضيتنا هنا ما في هذا التعارض إطلاقا، بل هذا جزء من أجزاء النص العام. شيخنا، أذكر كأنه في صحيح الجامع حديث عرسا كان أو نحوه. نعم، هذا يعني يقطع الخلاف تماما. نعم، جميل. نعم، في روايات من دعي إلى وليمة عرس ونحوه. جميل، وهذا يؤيد القاعدة. هنا ذكر فرد من أفراد العلوم لا يعني. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.